تقديم ملف رفع الحظر عن السلاح للأمم المتحدة. السراج يعلن عن تقديم طلب للأمم المتحدة لرفع حظر التسليح عن ليبيا الأسبوع الجاري. مفوضية شؤون اللاجئين تصف ظروف المهاجرين بغير الإنسانية وتدعو لإغلاق مراكز الإيواء. ووفد وزاري في العوينية للوقوف على متطلبات البنية التحتية ودعم عودة العملية التعليمية. نشرة التاسعة من ليبيا بانوراما، مشاهدين طابت أوقاتكم. وصل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بيتر بودي رفقة قائد القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم توماس وولدهاوزر الثلاثاء إلى مطار معتيقا الدولي. كان في استقبال بيتر بودي رئيس حكومة الوفاق فايز سراج ووزير الخارجية محمد سيالة وأمير الحرس الرئاسي نجم الناكوع. وفي بيان مشترك رفقة السفير الأمريكي وقائد القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم، قال السراج إن ملف رفع حظر التسليح سيتم تقديمه هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن لكي تستفيد منه المؤسستين العسكرية والأمنية التابعتين للمجلس الرئاسي. نتطلع إلى تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه من برامج للتنسيق والمساعدة في بناء وتأهيل المؤسسات العسكرية والأمنية وتسليح وتطوير القوات المسلحة الليبية، وما يمكن تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات، وخاصة وأنه سيتم هذا الأسبوع تقديم ملف رفع الحظر عن السلاح للأمم المتحدة والتي ستستفيد من رفعه المؤسستين العسكرية والأمنية والشرطية. السراج لوح أيضا بأنه لن يتهاون مع من وصفهم بمعرقلي الاستقرار ومن يحشدون لزعزعة أمن العاصمة، مشيرا إلى أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي إزاء من يهدد أمن المدنيين واستقرارهم. لقد وصلنا إلى مرحلة الحسم ولن نتهاون مع مثيري القلاقل ومعرقلي الاستقرار والمستهترين بأمال ورغبات شعبنا في المصالحة والوفاق، وبالتحديد من يحشدون إلى تهديد أمن العاصمة طرابلس. ونقول للجميع اليوم أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه من يهدد أمن وسلامة المدنيين، ولازالت الفرصة متاحة ليعودوا إلى. وإلى الجنوب، حيث أفاد مراسل ليبيا بانوراما بمدينة سبها الثلاثاء بأن هدوءا تاما يسود المنطقة عقب الاشتباكات التي وقعت في ساعات متأخرة من ليل الاثنين بمنطقة المنشية. المراسل أوضح أن الاشتباكات جرت نتيجة اقتحام الكتيبة 116 مقر كتيبة حماة ليبيا في المهدية ولم تسفر عن وقوع ضحايا. تسير الأوضاع داخل مدينة سبها بشكل طبيعي بعد أحداث ليلة أمس بين الكتيبة 116 وكتيبة حماة ليبيا بالمهدية، وهنا تخوف من أن تتحول المدينة إلى ساحة مواجهات بفعل هذا التصعيد، غير أن محاولات تبذل من أطراف أمنية وقيادية لاحتواء الموقف والاشتباكات التي حصلت ليلة أمس. لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، سبها.
اختتمت الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بشأن ليبيا. الاجتماع بحث كيفية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي والعمل على سير العملية السياسية، إضافة إلى مناقشة آلية التصدي لظاهرة الهجرة غير القانونية. شارك في الاجتماع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل ومسؤولو اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي. وعلى هامش الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بشأن ليبيا، التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مارتن كوبلر الثلاثاء في بروكسل الوزير الجزائري للشؤون المغربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. كوبلر قال عبر حسابه في تويتر إن اللقاء الأخير تمحور حول السبل المضي قدما في العملية السياسية في ليبيا. هذا وكان وزير الشؤون المغربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل قد أكد أن الجزائر والاتحاد الأوروبي متفقان حول المسار السياسي في ليبيا. مساهل قال بعد لقاء جمعه بفيدريكا مورغريني في بروكسل إن هناك توافقا في الرؤى بين الاتحاد الأوروبي والجزائر فيما يتعلق بوحدة التراب الليبي والحوار السياسي بعيدا عن العنف، مؤكدا التزام الطرفين بمواصلة الحوار لا سيما فيما يخص ملتقى ليبيا أو ملفي ليبيا والساحل الإفريقي. وفي السياق ذاته قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح لوسائل إعلامية إن الاجتماع الرباعي يأتي استكمالا للاجتماع الأول الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في 18 من مارس الماضي. عفيفي أشار إلى أن اجتماع بروكسل يهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من أجل رأب الصدع بين الليبيين والوصول إلى حل للأزمة. ناقشت لجنة الحوار السياسي المنبثقة عن مجلس النواب في اجتماعها التشاوري الثاني بمدينة طبرق الثلاثاء الأوضاع السياسية الراهنة. رئيس اللجنة عبد السلام نصية أكد استعدادهم التام للبدء في الحوار وفقا لما نشره موقع المجلس. رئاسة مجلس النواب كانت قد أصدرت في أبريل الماضي قرارا بشأن تشكيل لجنة الحوار السياسي الذي أقر فيه أسماء 24 عضوا. من جهة أخرى توقع نصية في مداخلة سابقة استكمال جلسات الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قريبا، مؤكدا أنهم سيتواصلون مع كل الأطراف بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يجمع كافة الليبيين. نحن نتوقع أن يستأنف الحوار السياسي ويستكمل الحوار السياسي قريبا، يعني الآن بعد اجتماع الأمس سنكون في تواصل تام يعني مع كل الأطراف إلى أن نصل إلى الحقيقة إلى 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 لقاء يجمع كل الفرقاء بدون استثناء، حتى الحقيقة نصل إلى اتفاق يرضى عنه كل الليبيين. نحن لا نريد الحقيقة أن نكرر دائما التجربة أن يكون هناك طرف مهمش أو طرف رافض أو طرف غير قابل. نحن نريد أن نصل إلى هذه قضايا خلافية، نريد أن نصل فيها إلى حل كليبيين.
في المقابل قالت عضو لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة آمنة مطير في تصريح لليبيا بانوراما إن المجلس طالب البعثة الأممية في ليبيا على هامش جلسة الحوار التي جمعت سيدات وعضوات مجلسي الدولة والنواب في تونس مؤخرا، طالب بتحديد موعد استئناف انعقاد جلسات الحوار السياسي ووضع بنود واضحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف إجراء التعديلات المقترحة على الاتفاق الموقع في السخيرات. دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة الوفاق في طرابلس إلى إغلاق مراكز احتجاز اللاجئين وصفة الظروف هناك بغير الإنسانية والصادمة. المفوضية أضافت نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية أن وضع المحتجزين داخل المراكز تحت هذه الظروف يرجع إلى افتقار الدولة إلى الموارد اللازمة لتحسين حياة المهاجرين. من جهتها دعت فرنسا المجلس الرئاسي إلى بذل ما في وسعه للتعامل مع المهاجرين غير القانونيين بشكل لائق بعد أن ندد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين بالظروف المروعة في مراكز الاحتجاز في ليبيا. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال إن الاهتمام بالمهاجرين أولوية على صعيد احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. يذكر أن ليبيا كانت قد تعرضت مؤخرا لانتقادات عديدة من قبل جمعيات غير حكومية استنكرت فيها طريقة التعامل مع المهاجرين ومراكز احتجازهم. اتفق مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة العقيد طارق شنبور مع رئيس بعثة اليوبام للدعم في ليبيا المختصة بإدارة الحدود وتأمينها فانشينشينزو تاليا والفريق الفني المرافق له بمقر الإدارة بطرابلس. اتفقوا على تشكيل فريق عمل تقني مشترك لتنفيذ البرنامج التدريبي الذي سيبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل لرفع كفاءة منتسبي الإدارة عن طريق الدعم الأوروبي. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد سويب مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. في البداية سيد محمد، هل حدثتنا أكثر عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة حول تشكيل فريق عمل تقني مشترك لتنفيذ البرنامج التدريبي؟ نعم، أولا تحية لك ولقناتكم الموقرة. فيما يخص الاجتماع الذي ضم مدير إدارة أمن السواحل والبعثة الأوروبية، هو لاستكمال اجتماعات سابقة حول دعم عملية مكافحة الهجرة الغير الشرعية واستكمال الاستحقاقات الموقعة ما بين الدولة ومفوضية الاتحاد الأوروبي فيما يخص عملية مكافحة الهجرة الغير الشرعية، وعلى وجه الخصوص فيما يخص عمليات التدريب والرفع من كفاءة المسؤولين على مراكز إيواء المهاجرين الغير الشرعيين، بالإضافة إلى تقليل عمليات وتنظيم عمليات الدعم اللوجستي والدعم الفني والمادي للسلطات الليبية وبالتحديد وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية في مكافحة هذه الظاهرة. طيب، ما هو العدد المستهدف من منتسبي أمن السواحل لهذا البرنامج سيد محمد؟ أولا أنا لا أستطيع أن أجاب على هذا السؤال بالتحديد، ولكن هناك مجموعات مستهدفة من قبل أو محددة من قبل إدارة أمن السواحل فيما يخص عمليات المراقبة والإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى البحر. هذا الأعداد يسأل عليها السيد العقيد طارق شنبور مدير إدارة أمن السواحل بالتحديد. أنا ليس لدي الرقم الصحيح للأعداد المستهدفة، ولكن أعتقد أنها أعداد جيدة في هذا الوقت بالتحديد يعني. طيب سيد محمد، من جهة أخرى
مفوضية الشؤون المفوضية السامية للأمم المتحدة قالت بأن ظروف الإيواء في مراكز الهجرة يعني مأساوية، ما تعليقك؟ أولا هي ليست بهذه الدرجة مأساوية، ولكن طبعا الوضع في ليبيا استثنائي ولا يغيب على أحد، وبفوضية الاتحاد الأوروبي تعي ما تمر به ليبيا من وضع استثنائي فيما يخص الجانب الأمني والاقتصادي وأيضا السياسي. في هذا الوضع الحقيقة كانت استحدثت بعض مراكز الإيواء اضطرارا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين أصبحوا يتدفقوا بأضعاف مضاعفة على قبل نتيجة الوضع الأمني في الجنوب وعدم السيطرة الحكومة أو الدولة الليبية على المنافذ والحدود الجنوبية. تزايد هذا العدد اضطرت وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية استحداث بعض مراكز الإيواء، حقيقة ليست مراكز إيواء قانونية أو مكتملة الأوصاف الدولية. في هذا الوضع هناك بعض الاختراقات الفردية وليست بشكل مأساوي حقيقة. يحاول جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات ورعاية صحية وتمويل لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، أما ما قدمته من تقارير التي قدمت من قبل المنظمات الغير حكومية، هذه التقارير حقيقة لدينا القدرة أو لدينا نحن نستطيع تسميدها ونستطيع الرد عليها. هي ليست بهذه الصورة البشعة التي صورتها هذه المنظمات حقيقة. طيب تحاول طيب سيد محمد، أنت ذكرت بأن الأعداد متزايدة، لماذا لا يتم إرجاع المهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات بلدانهم في ليبيا، بما أن الحكومة غير قادرة على توفير الأماكن الملائمة لاحتوائهم؟ نعم، اولا احنا لم نتوقف على التنسيق مع القنصليات والسفارات الموجوده في ليبيا، ولكن نتيجه الوضع الاستثنائي من بعد عام 2014 اغلب او جل القنصليات في طلبنا تغادرت واصبحت تمارس اعمالها من خارج الدوله الليبيه، منها من ذهب الى تونس ومنها الى بعض الدول الاخرى. عدم وجود هذه السفارات وعدم رجوع هذه القنصليات الى مقرها في طرابلس اربك المشهد وجعلنا نضطر ان نتعامل لوحدنا لتسكير او ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ما يعرف بالتهجير الطوعي. نعم سيد محمد، نعم. نكتفي بهذا القدر، أعتذر منك لضيق الوقت. السيد محمد السويب مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، شكرا جزيلا لك. زار وزير التعليم عثمان عبد الجليل الاثنين مدارس نازحي تورغا بمخيمات الفلاح بطرابلس لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على معاناتهم لوضع الخطط المستقبلية التي من شأنها حلحلة المشاكل. عبد الجليل وعد بتوفير كل ما تحتاجه المدارس من معدات ومستلزمات دراسية من أجل توفير البيئة الملائمة للطلاب والمعلمين. فقدنا أحوال الطلبة وعلى الأقل وسير الامتحانات كعملية تعليمية ماشية الحمد لله. طبعا المدرسة ما في شك يعني ما هيش أهل لأنها تكون مدرسة أصلا، الطلبة والأهالي يعانوا، وإن شاء الله إن شاء الله درنا إحنا وياهم تصورات كيف نحلحلوا هالمختنقات اللي عندهم، وكلهم بإذن الله يعني قبل بداية العام الدراسي الجديد تكون كل أمورهم إن شاء الله محلولة. وزير التعليم المفوض كان قد قام الاثنين بزيارة لمنطقة العوينية رفقة وزير النازحين والمهجرين أبو بكر جلالة، وذلك للوقوف على البنية التحتية والمتطلبات التعليمية بعد غياب أهل المنطقة عنها طيلة 6 سنوات. المزيد مع فرج الفرجاني. في إطار دعم عودة أهل العوينية إلى مدينتهم، قام وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل بزيارة للمنطقة بجبل نفوسة للوقوف على أوضاع المدارس والصعوبات
التي تواجه عودة العملية التعليمية بها. المنطقة العونية كانت السكان يعني مهجرين منها رجعوا الأيام الماضية، ونحن سعداء أن الأمر هذا تم والعودة كانت سلمية. فجئنا بدورنا كوزارة التعليم نتفقد في المؤسسات التعليمية، والحمد لله خدنا فكرة كاملة تحتاج لصيانات بشكل كبير، ولكن حنبذل قصارى جهدنا وحنتمكن إن شاء الله قبل بداية العام الدراسي من صيانتها بالكامل. رافق وزير التعليم في الزيارة وزير النازحين والمهجرين ووكيل وزارة التعليم ومندوبو وزارة الحكم المحلي، وتضمنت الوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها بعض المدارس والنظر في إعادة ترميمها وصيانة الأكثر تهالكا بينها، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة. جينا لهذه المنطقة لنقف على أرض الواقع لمشاهدة ما لحق بها من أضرار خلال فترة 6 سنوات مضت. نؤيد ونهني الناس أو الأهالي بهذه العودة الأمنية السالمة. المنطقة التعليمية العوينية تضم أكثر من 11 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى 3 مشاريع تعليمية متوقفة عن التنفيذ لأكثر من 10 سنوات في انتظار استكمالها من قبل حكومة الوفاق قبل بداية العام الدراسي القادم. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا بالاستوديو السيد عادل جمعة وكيل وزارة التعليم. بداية سيد عادل، أهلا وسهلا بك. من خلال زيارتكم الميدانية لهذه المواقع، كيف هي البنية التحتية بها خاصة فيما يتعلق بالمدارس؟ أهلا وسهلا بك سيد ويام. أهلا. كنا في زيارة بالأمس لمنطقة المشاشية. نعم. التي تحتوي على 3 مناطق هي زاوية الباقول والعوينية وعمر. هذه المناطق الثلاث رجعوا أهليها بفضل بحمد الله إلى بيوتهم تدريجيا منذ 2 أسبوع. نعم. قررت وزارة التعليم لأهمية هذا القطاع وأهمية العمل مبكرا في المؤسسات التعليمية وبعض المرافق الأخرى ذات العلاقة في وقت مبكر يجب أن تشتغل الوزارة. قررنا القيام بهذه الزيارة، رافقنا السيد وزير الدولة لشؤون النازحين وقمنا بالأمس بهذه الزيارة. نعم. طيب كيف كانت حالة المدارس بهذه المناطق؟ لنكون واقعيين، يعني مدينة مهجرة مدة 3 أو 4 سنوات، الأمر الطبيعي أن هذه المدارس في حالة سيئة ومتهالكة وتحتاج منا إلى الكثير من العمل. نعم. قمنا بزيارة مدارس متعددة بالأمس وكلفنا فريق متكامل لإعداد المقايسات المطلوبة. التحدي الحقيقي أمام وزارة التعليم أن تكون هذه المدارس جاهزة قبل بداية العام الدراسي، وهذا هدف رئيسي وسيتم تحقيقه بإذن الله. لدينا المبالغ المالية اللازمة لذلك، ولدينا فريق عمل، ولدينا خطة ورؤية واضحة. نعم. سنبدأ في تطبيقها مباشرة. إذا لديكم خطة مستقبلية لإعادة الحياة لهذه المرافق، ونعتبر أن رجوع التعليم وفتح المدارس أبوابها هو المؤشر الحقيقي والدافع الأساسي لرجوع الأهالي إلى مناطق. نعم. طيب هل تعتقد بأن في القريب العاجل يمكن استئناف الدراسة وصيانة هذه المرافق وإمكانية عودتها للحياة من جديد؟ منطقة المشاشي تحتوي على 11 مدرسة. نعم. ما بين زاوية الباقول والعوينية وعمر. ال11 مؤسسة تعليمية تحتاج إلى صيانة. الصيانات تختلف ما بين صيانة شاملة وصيانة خفيفة حسب حالة المدرسة. الفرق الفنية بدأت تشتغل من الآن. احنا مدايرين اجتماع نديروا جدول زمني ان بداية اكتوبر وهي بداية العام الدراسي القادم 2017-2018 مع بداية سبتمبر ستكون المدارس جاهزة من حيث الصيانة وتزويدها بالتجهيزات اللازمة. لا مناص أمام حكومة الوفاق الوطني ووزارة التعليم إلا هذا التحدي، أن تكون 11 مؤسسة تعليمية جاهزة بكافة احتياجاتها التعليمية. شكلنا فريق للصيانة لإعداد المقايسات اللازمة، ومن تم البدء في الخطوة الثانية وهي البدء في أعمال الصيانة. لدينا جدول زمني واضح، وبداية أكتوبر ستكون مدارس المشاشية مدارس مكتملة وجاهزة بإذن الله. طيب هذا من جانب. فيما يتعلق بنازحي تورغا، فيما يتعلق بمهجري سرت، بما يخص مهجري سرت، نعم. أعتقد أن أغلب المدارس في سرت رجعت إلى الدراسة.
عقدنا اجتماع في بلدية سرت مع مسؤولي التعليم بالمنطقة الوسطى، وقبلها قمنا بزيارة لبلدية سرت. الوضع في بلدية سرت فيه شقين، من حيث عودة الناس أصبحت الحياة طبيعية ورجعت، المدارس تحتاج إلى وقفة. حكومة الوفاق الوطني قررت صرف ميزانية طوارئ لبلدية سرت إلى جانب الميزانية المعتمدة لوزارة التعليم. وزارة التعليم ستولي أهمية للاحتياجات الضرورية لبلدية لمراقبة سرت للبدء في 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 العودة إلى المدارس بشكل طبيعي إلى جانب الجامعة. هذا الأمر حتى هو نولي اهتمامه كبير، وستخصص ميزانية طوارئ لهذا الأمر. الجامعة والمؤسسات التعليمية في سرت استكملت عامها الدراسي في مؤسسات التعليمية، وهذا مؤشر جيد ومؤشر إيجابي على عكس منطقة المشاشي. نعم. طيب تاورغاء، تاورغاء، تاورغاء لديهم خمس مواقع تعليمية ما بين الأكاديمية في جنزور والفلاح وطريق المطار وترهونة وبنغازي. هذه الخمس المواقع التعليمية الآن تم العام الدراسي بإذن الله، وأمس الوزير وحضرتي كنا في زيارة، تفقدنا الأمور بشكل عام، وجدنا بعض الصعوبات التي تواجههم مثل عدم انتظام التفتيش التربوي في متابعة مدارسهم، أوضاع ملفاتهم الوظيفية، الكثير من النقاط. والآن لدينا خطة آنية في توفير الاحتياجات الضرورية جدا، وبدأنا بالفعل في الأمس في توفيرها، وخطة إدارية في توفير الملفات الوظيفية وما شابه وتسوية أوضاعهم الوظيفية. طيب فيما يتعلق بأماكن الدراسة في حد ذاتها، يعني لا أعتقد أن هذه الأماكن هي لائقة للعملية التعليمية. نعم. ولكن ولنكون واقعيين، الهدف الأساسي لنا الآن محاولة إصلاح هذه الأماكن لتكون ملائمة من حيث توفير التكييف، توفير كافة الاحتياجات الضرورية، توفير معامل حاسوب أو شبه معمل حاسوب. طيب. توفير مقاعد دراسية. نعم. بالأمس وفرنا لها مثل المكيفات، وفرنا المقاعد الدراسية. بداية العام الدراسي سنعمل أن تكون أول حاجة، أتمنى العام الدراسي القادم أن تستكمل المصالح الوطنية أهدافها، مثل ما رجعت المشاشية ترجع تورغة، ولكن لدينا الخطة البديلة، وهي في حالة استمر هذا المشروع أو تأخر مشروع المصالح ما بين المدينتين، أن نوفر بيئة تعليمية مناسبة لي أولادنا وأطفالنا وتلاميذنا من تورغة. نعم. طيب سؤال أخير سيد عادل، وزارة التعليم هل لديها القدرات المالية لمواجهة كل ما ذكرتها الآن؟ أعتقد أن ما ذكرته الآن لا يمثل شيء أمام التحدي الكبير وخطتنا للعام 2017. العام هذا في الترتيبات المالية التي أعدت من حكومة الوفاق الوطني، ونصيب وزارة التعليم يعتبر جيد جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى. هذا المخصص المالي أعتقد أنه كافي لتحديد الأولويات والانتقال من مرحلة اللاشيء إلى شيء، وهو توفير الإمكانيات الرئيسية للعملية التعليمية. وهذا ما نتمناه السيد عادل جمعة وكيل وزارة التعليم، كنت معي بالاستوديو، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بحث رئيس المجلس البلدي سرت مختار المعداني مع عدد من القادة العسكريين التابعين لغرفة العمليات العسكرية والغرفة الأمنية المشتركة في اجتماع الثلاثاء خطوة تأمين المدينة ومؤسساتها الحكومية. الناطق باسم المجلس البلدي محمد لميل أوضح أن المجتمعين تطرقوا إلى تسريع وتيرة استئناف العمل بمجمع واغادوغو بعد الانتهاء من تطهيره وتمشيطه. انطلقت الثلاثاء في مدينة سرت حملة تنظيف وإزالة لمكبات القمامة من الشوارع من أمام المنازل بالحيين السكنيين الأول والثاني. رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة في سرت بشير الأحرش قال إن هناك تعاونا من الأهالي خلال حملة النظافة، وأن العمل يتم بجهود متواضعة، مضيفا أن إمكانيات الشركة ضعيفة ولم تتحصل على الدعم المطلوب. نظمت مؤسسات المجتمع المدني ببلدية بنت بي ثلاثاء اعتصاما مفتوحا طالبوا فيه باختيار الأكفاء لتولي الإدارات والمؤسسات بالبلدية وإيجاد حلول سريعة. وشدد المعتصمون على ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشها أهالي المنطقة من نقص السيولة والانقطاع المستمر للكهرباء والنقص في الأدوية والمعدات الطبية، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم. We'll be right back.
مشاهدينا نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مركز علاج السكر والغدد الصماء بطرابلس يعاني من تزايد أعداد المترددين ونقص الأدوية. ووصول طائرة للخطوط الليبية إلى مطار معتيقة الدولي بعد فترة صيانة دامت 3 سنوات. سيتم هذا الأسبوع تقديم ملف رفع الحظر عن السلاح للأمم المتحدة. السراج يعلن عن تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لرفع حظر التسليح عن ليبيا الأسبوع الجاري. مفوضية شؤون اللاجئين تصف ظروف المهاجرين بغير الإنسانية وتدعو لإغلاق مراكز الإيواء. ووفد وزاري في العوينية للوقوف على متطلبات البنية التحتية ودعم عودة العمليات التعليمية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. يعاني مركز علاج السكر والغدد الصماء في طرابلس من تدني الخدمات الصحية والطبية بسبب العدد المتزايد من المرضى، إضافة إلى نقص الأدوية المستحدثة لعلاج كافة المصابين في المدن والمناطق. مستشفى السكري والغدد الصماء في طرابلس يعتبر من أكبر المراكز الصحية، يقدم خدماته لقرابة 1000 مريض يوميا بين رجال ونساء من العديد من المناطق والمدن الليبية عن طريق منظومة أعدت لذلك. الصماء والسكري يقدم خدماته إلى المنطقة الغربية بالكامل، بل تمتد إلى نصف المنطقة الشرقية. هناك مرضى يترددون على المستشفى من بنغازي، من الجنوب، من كل المناطق. طبعا نحن بحكم وجودنا في العاصمة، فهناك أعداد غفيرة جدا من المرضى تتردد على هذا المركز. من ضمن هذه التدابير تم تشغيل المنظومة الطبية، وناخذ في كل يوم 1000 مريض، يعني ناخذ 1000 رقم، 400 من الرجال و 600 من الرجال و 400 من النساء كل اليوم. لكن المركز يعاني من نقص شديد في الأدوية المطلوبة، علاوة على أن الكميات المتوفرة لا تكفي لعلاج العديد من المترددين عليه، زد على ذلك الازدحام الشديد بالرغم من وجود مستوصفات داخل الأحياء والقرى السكنية. الملاحظ أن يوميا أعداد كبيرة جينا من جميع المناطق، والمشكلة اللي تواجهنا الثانية إن الأعداد نتاع الأدوية، العدد الأدوية غير كافي باش يلبي جميع هذه الأعداد. والمشكلة هذه ديما نعانوا منها نتيجة أن الأعداد كبيرة والأدوية عددها بسيط. ويأمل القائمون عليه إلى قدر أكبر من الاهتمام للمركز من أجل تقديم خدمات أفضل وتوفير جرعات بكميات مناسبة حتى لا يقع المريض في شبح المضاعفات وارتفاع الأسعار. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نجوى مدلل، مدير مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى السكري والغدد الصماء. بداية دكتورة نجوى، ما هي أبرز الأدوية التي تعانون من نقصها بالمستشفى؟
هي معظم الأدوية الفترة اللي فاتت وبالأخص في أواخر 2013 كانت مش متوفرة، واستمرت المعاناة هذه لعدة أشهر لم يدخل فيها سواء إدارة المستشفى أو إدارة الصيدلة أي مجهود، سواء بالبحث في عن الدواء في وزارة الصحة أو في جهة الإمداد الطبي أو في أي جهة، يعني كان من الممكن أن يتوفر سواء شركات أدوية خاصة أو غيرها، وباءت كل المحاولات بالفشل إلى أواخر نوفمبر 2013 اللي هو شهر 11 كللت هذه المحاولات بالنجاح، وتم توفير كمية بسيطة أعتقد وقتها كانت حوالي 31 ألف جرعة إنسولين لليبيا كافة. نعم طيب طيب دكتورة، طيب فيما يتعلق بالخدمات الصحية ما هي أبرز المشاكل التي تواجهكم على صعيد الكوادر الطبية مثلا؟ الكوادر الطبية بالنسبة ككوادر بشرية الحمد لله المركز لا يعاني من أي نقص، سواء من ناحية العيادات اللي تتوفر ابتداء من عيادة النفسية أو عيادات العيون والنساء ولادة والجلدية، كل العيادات متوفرة. المشاكل اللي تواجه فينا عادة هي مشاكل مش بشرية، مشاكل مادية، يعني زي نعمل التحاليل، أبسط التحاليل يعني لمستشفى السكر هو واللي عن طريقه يحطوا المخطط للعلاج بالفترة المقبلة هو علاج التحليل التراكمي، تحليل السكر التراكمي، فهذا مثلا أبسط مواضيع المفروض تكون متوفرة في مستشفى السكر ما نلقوش فيه، ولو توفر يتوفر بكمية ضئيلة جدا بحيث ان احنا نوفرها للحالات الطوارئ للعناية وللإسعاف، ولا يمكن توفيرها مثلا لحالات العيادات او لحالات الإيواء في بعض الاحيان. نعم نعم الدكتورة نجوى مدلل مدير مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى السكري والغدد الصماء، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفي عالم الاقتصاد، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالمؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا تعافى إلى 788 ألف برميل يوميا مقارنة ب 700 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي بسبب عودة العمل في حقلي المسلة والسرير. الإنتاج النفطي كان تجاوز 800 ألف برميل قبل أسبوعين للمرة الأولى منذ أواخر 2014. وإلى أسعار الذهب الأسود، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط الثلاثاء 51 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر خام مزيج برنت 53 دولارا للبرميل بحسب رويترز. أصدر فرع جهاز الحرس البلدي في طرابلس مخالفات لعدد من محال بيع اللحوم بمنطقة الظهرة. المخالفات جاءت بسبب عدم التزام أو الالتزام بشروط النظافة العامة، كما سجل البلدي إنذارا بالقفل لأحد المحلات بسبب ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك. يشار إلى أن المخالفات المذكورة تمت خلال جولة تفتيشية قام بها مدير وأعضاء فرع جهاز الحرس البلدي بطرابلس. اتفق وزير الخارجية المفوض محمد سيالة ونظيره التركي تشاوشو أوغلو على إعادة تسيير رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى المطارات الليبية عقب شهر رمضان المبارك، بسبب ما أكده مكتب الإعلام أو بحسب ما أكده مكتب الإعلام في وزارة الخارجية. الاتفاق جاء ضمن اللقاء الذي جمع سيالة وأوغلو على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية في المملكة السعودية الأحد الماضي. حطت طائرة الخطوط الجوية الليبية في مطار معتيقة الدولية الثلاثاء قادمة من مدينة كولن الألمانية بعد خضوعها لعملية صيانة دامت لثلاث سنوات. المزيد مع بهاء الشريف. بعد ثلاثة أعوام من أعمال الصيانة، عادت طائرة الخطوط الجوية الليبية إيرباص CRJ900 إلى أرض الوطن لتلتحق بأسطول النقل الجوي وتدخل رسميا في جدول الرحلات الجوية في وقت قصير. احنا اليوم نحتفل بوصول طائرتنا السي ار جي
التي كانت في ألمانيا منذ أكثر من 3 سنوات. الطيارة هذه كانت تحت الصيانة حقيقة، وبذلنا جهود كبيرة جدا جدا من أجل إرجاعها إلى أرض الوطن. زخم كبير شهده مطار معيتيغا الدولي عند هبوط الإيرباص 900 ضم وكيل وزارة المواصلات ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية وإدارة المطار، إضافة إلى عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري. الحقيقة يعتبر هذا اليوم لوزارة المواصلات ويوم يعني غير عادي، تم إنجاز فيه بعض الإنجازات الهامة لهذه الوزارة، على رأسها كان وصول طائرة CRJ، هذه الطائرة الكندية التي تسع 72 راكب، كانت في رحلة صيانة طويلة في ألمانيا في مدينة كولون. تتميز الإيرباص CRJ 900 والتي أطلق عليها اسم أوباري ب75 كرسيا، منها 7 كراس من الدرجة الأولى و68 كرسيا من الدرجة السياحية، حيث ستخصص رحلاتها إلى كافة المطارات الداخلية في ليبيا للمساهمة في تقديم خدمات أوسع للركاب. أما عن أسعار المعادن فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 20% إلى 1260 دولارا و40 سنتا للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 17 دولارا و13 سنتا للأوقية، وصعد البلاتين 14% إلى 950 دولارا و10 سنتات للأوقية. شهدت روضة عصافير السلام بمنطقة بئر الوسطى ميلاد بتجراء إقامة احتفالية تحت عنوان تراث الأجداد وحاضر الأجيال بمناسبة نهاية الموسم الحالي، وسط حضور عدد من أولياء الأمور. وتضمنت هذه الاحتفالية معرضا للأعمال اليدوية وتقديم عدد من العروض التي تجسد العادات والتقاليد التي خلفها الأجداد وتوارثتها الأجيال. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أقامت المنظمة الليبية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبدعم من شركة ليبيانا للاتصالات محاضرات دينية واجتماعية للصم وضعاف السمع. الحدث ضمن المساعي لدعم هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع. في السنوات الأخيرة شاهدنا وتابعنا الكثير من نشاطات مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة على الصعيد التثقيفي والتوعوي، ولكن أن تقدم محاضرة دينية توعوية لفئة الصم والبكم فهي سابقة تذكر فتشكر للمنظمة الليبية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبدعم من شركة ليبيانا للاتصالات. سلسلة من المحاضرات الدينية ترى النور قبيل شهر رمضان المبارك. تهميش وإهمال طال هذه الشريحة من قبل الجهات ذات الاختصاص، ولكنه لم يغب عن منظمي الحدث الذين يحدوهم الأمل في أن يضعوا بصمتهم بهذا الحدث. قد أقمنا هذه الدورة لأشخاص الصم والبكم لتعرف على دينهم، فاكتشفنا أن هذه الشريحة مهمشة وليس لها دور في المجتمع من جميع النواحي، ونأمل أن نكون قد قدمنا اللمسة البسيطة لهذه الشريحة. كان في إقبال من قبل المنظمة ومن قبل المدرسة، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن إحنا نقدموا لهم أكثر من هيك. مجهودات تطوعية فردية تبذل في إطار دمج الصم والبكم في المجتمع بغرض أن يكون لهم دور حقيقي بناء يقابله أمل في أن تقدم أجهزة الدولة القليلة من كثير يستحقه أبناؤها من ذوي الاحتياجات الخاصة. مشاهدينا، بهذا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. سيتم هذا الأسبوع تقديم ملف رفع الحظر عن السلاح للأمم المتحدة. السراج يعلن عن تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لرفع حظر التسليح عن ليبيا الأسبوع الجاري.
مفوضية شؤون اللاجئين تصف ظروف المهاجرين بغير الإنسانية وتدعو لإغلاق مراكز الإيواء. ووفد وزاري في العوينية للوقوف على متطلبات البنية التحتية ودعم عودة العملية التعليمية. ختام النشر مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.